لكاس العرب، والنهارده كان الافتتاح واللقاءات الافتتاحيه، افتتاح مبهر، حفله شيك جدا، راقيه جدا، تليق بالمنتخبات العربيه وتليق بالحدث كاس العرب. يعني بطوله قويه جدا، وامبارح شفنا الجوائز بتاعتها 5 مليون دولار لصاحب المركز الاول، وارقام برضو كويسه جدا للمركز الثاني والثالث والرابع زي ما انتم شايفين. يعني الشياكه النهارده في حفل الافتتاح، وحاجة جميلة جدا، وحضور جماهيري وإجراءات احترازية، وحاجة تليق بالدول العربية. فيعني الواحد سعيد جدا، ونتمنى التوفيق لكل المنتخبات العربية. زي ما انتم شايفين دي لقطات من حفل الافتتاح النهاردة، وحاجة فعلا تليق بالمنتخبات العربية وبالدول العربية وبالتجمع العربي الجميل في دولة قطر طبعا الشقيقة. وكان في جانب فني النهاردة، ويعني أغاني كده في افتتاح، وده علم مصر بيزين الاستاد اللي اقيم فيه الافتتاح النهارده. الدول العربيه كلها مشاركه، ونتمنى ان شاء الله البطوله تنجح. ومن الواضح ان البطوله هتنجح، ان احنا يعني دايما في الدول الخليجيه، في قطر والسعوديه وفي الامارات وفي البحرين وفي الكويت وفي عمان، بيبقى في جاليات عربيه كبيره جدا. عندنا جاليه مصريه كبيره جدا في قطر، في جاليه تونسيه، في جاليه مغربيه، العراقيين، البحرينيين، الاماراتيين، السوريين، موريتانيا، الأردن، فلسطين، المغرب، السعودية، لبنان، السودان، جزائر، مصر، قطر، عمان، العراق، البحرين، كل الجاليات موجودة. وهنلاقي في الماتشات جماهيرية كبيرة جدا، زي ما شفنا النهاردة في الماتشات كلها كان فيها جماهير. عايز بس أفكركم كده وإحنا بنشوف لقطات من حفل الافتتاح، 4 مجموعات، 16 فريق مشارك في البطولة. المجموعة الأولى قطر وعمان والعراق والبحرين، المجموعة الثانية تونس، الإمارات، سوريا، موريتانيا، المجموعة الثالثة الأردن، فلسطين، المغرب، السعودية، المجموعة الرابعة مصر، لبنان، الجزائر، السودان. دي الـ4 مجموعات، كل مجموعة فيها 4 فرق، بيصعد الأول والتاني من كل مجموعة عشان نروح على دور الثمانية، وبيبقى فيه 8 فرق في دور الثمانية بيلعبوا بعض، وبعد كده بيبقى فيه الدور قبل النهائي والمباراة النهائية، ومباراة أيضا تحديد المركز الثالث والرابع. كل التوفيق لمنتخبنا إن شاء الله في لقائه الأول بكرة. عايز برضو نتكلم شوية عن منتخبنا المصري، واللقاء الأول لمنتخب مصر بكرة أمام منتخب لبنان. المنتخبات كلها مستعدة، كله بيحشد نجومه عشان يعني يقدر يبقى ليه فرصة في الصعود من المجموعة لدور الثمانية اللي هو الدور الثاني في المجموعة. النهاردة المنتخب عمل التدريب الأخير استعدادا لمباراة بكرة. المباراة بكرة إن شاء الله أمام المنتخب اللبناني هتكون الساعة 3 العصر بتوقيت القاهرة. اتعمل الاجتماع الفني للمباراة، منتخب مصر هيلبس التيشيرت الأحمر والشورت الأسود والشراب الأسود أمام منتخب لبنان. كيروشي النهارده كان في مؤتمر صحفي وقال كأس العرب فرصة ليثبت اللاعبين أحقيتهم بارتداء قميص منتخب مصر. وقال كمان كيروش إن المحترفين مش موجودين في البطولة، بيلعبوا في أوروبا. بنستعد، منتخب مصر بيستعد لتقديم أفضل ما لدينا، نريد اللقب، هذه فرصة للاعبين لإثبات أحقيتهم في اللعب المنتخب. بيقول كمان ان هو اختار لعيبه صغار في السن هيستفيدوا من المشاركه في البطوله وهياخدوا خبره، ان البطوله تشبه لاجواء كاس العالم، ان السنه الجايه ان شاء الله 2022 بطوله كاس العالم هتقام على نفس الملاعب في قطر باذن الله.